السلام عليكم. دلوقتي يا حضرات، احنا عندنا مثلا مشكلة في جهاز الداتا شو اللي عندنا. الجهاز اللي انا بستخدمه اسمه سانيو اكس جي اي بروجيكتور. الجهاز ده احيانا الصورة بتبقى مقلوبة. نحل المشكلة دي ازاي بشكل سريع؟ في البداية هنعتبر الشاشة مقلوبة. انا هختار قائمة، هدوس على المنيو في الزرار بتاعت الجهاز نفسه واتحرك بالمؤشر لحد ما اوصل لسيتنج. من سيتنج هختار حاجه اسمها سيلينج. كلمه سيلينج دي معناها السقف. هو عندي هنا مديني اوف. لو كانت اون يبقى الصوره هتبقى مقلوبه، عشان هو هيعتبر انه ساعتها هو متعلق في السقف مش محمول زي ما انا مستخدمه كده. فبصوا حضرات، انا اول ما اختار اون، لما اخترت اون الشاشه اتقلبت. ماشي، نحل المشكلة مرة ثانية. هختار منيو وهعتبر انه مش مختار سيتنج. هنزل على سيتنج، ادي سيتنج، هختار سيتنج واتحرك على سيلينج. من سيلينج دي هو دلوقتي بما انه متعلق على السقف، فبالنسبة لي في الوضع المحمول بتاعه هو مقلوب. هختارها تاني اون، هختار تاني اوف. حكاية اون في الاول، اون الشاشة بقت مقلوبة لأنه المفروض متعلق في السقف. أنا مش عايزه متعلق في السقف، أنا عايزه محمول وأتحرك بيه في المكان اللي أنا عايزه. فأقول له أون، فأقول له أوف. لو عايزه يتعلق في السقف مرة ثانية هقول له أون. لو عايزه في السقف، لو عايزه محمول، هو دلوقتي المفروض متعلق في السقف. لو عايزه محمول هقول له أوف. يعني أون هيكون متعلق في السقف، أوف هيكون مش متعلق. أحيانا برضه بتصادفنا المشكلة دي اللي هي تحت منها. رير دي بتخلي الشاشة يعني كأنها صورة في مراية. أحيانا بتكون مفيدة. يعني مثلا لو اخترتها، بصوا حضراتكم اللي هيحصل ايه. الصورة كأنها في مراية لو كانت اون. لا أنا مش عايزها في مراية، أنا عايز الشاشة بتاعت اللاب بتاعي أو الكمبيوتر بتاعي زي ما هي. فاختار اون، فاختار اوف، آسف. فاوف إن هي الصورة عادية، نفس الصورة اللي على الجهاز بتاع على العرض بتاعي، هي هي. لكن اون كانها هتبقى معروضه في، كانها هتبقى في مرايه وبس. وده كل اللي انا كنت عايز اقوله، وشكرا لوقت حضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.